جو سوي با شارلي هبدو. كل حد وكل حاجه ميم لا ليبرتي سي ليميت عندها انت ما توصل تعمل لي كاريكاتور نتاعك اوكي حره في رايك في لي بانتر نتاعك في كل شيء مي دون طون بروبر مون في رايك انت في فكرك انت في عالمك انت باش توصل تمس عالم اخر سيفيليزاسيون اخرى دين اخر بيرسونيلمون tu pas le droit باش تعطي رايك يمكن اما باش تفرض انترناسيونالمون une caricature ولا راي شوي بات تشارلي على خاطر عام 87 مات واحد كيما اللي ماتوا كيما ال 12 اللي ماتوا ذوما الكل نيجي علي كان تعرفوه هو فنان معناها رسام تاع كاريكاتور معروف على الاخر وحتى حد وقتها ما خرج وقال انا جو سوي نيجي علي جو سوي با شارلي على خاطر بالنسبه لي انا لو فيت اللي نقول جو سوي شارلي معناها جو ريسترين لا ليبرتي ديكسبرسيون الشارلي اللي هما معناها انا حسب تفكيري معناها فيتو ان تي بو لا ليبرتي ديكسبرسيون واللي يل توش لا حاجه كي فريمون ساكري بالنسبه ل 1 مليار ودمي معناها مسلمين في العالم اور كو مثل كي ديو دوني حكي على اليهوديين معناها ما عجبتهمش ولاو نحاهم من البلاتو نتاع فرنسا الكل وكل شيء دونك انا جو سوي افيك لا ليبرتي ديكسبرسيون اما شارلي بالنسبه لي انا معناها ما تنجمش تكون هي لو سامبول دو لا ليبرتي ديكسبرسيون بريميرمون جو سوي با شارلي انا مانيش حتى حد خاطر زايده باش نقول انا كان انا شارلي باش نمشي معاهم كان انا مانيش شارلي باش نمشي كونترهم دونك ما نشوفش هكاك جوست انا كونتر الارهاب حاجه خايبه على الاخر معناها جوست تعمل كاريكاتور ولا تكسبري دون فاسون يجيو يقتلوك عليها ما جيتش معناها فهمت جوست الحاجه اللي ما عجبتنيش كيفاش وصلوا قتلوا عباد كمان تقتل ارواح تعبر عليها بفاسون اخرى تعمل كاريكاتور كونترهم تعبر اي حاجه ارتستيك ولا ماشي ارتستيك مشكلة معناها يسوفي باش توصل تقتل روح بشرية اللي هي مسلمة يهودية اللي يكون حتى ديزاتي ما نقتلوهمش كمان معناها هما نقولوا احنا مسلمين نقولوا ربي خلقهم معناش حبش نقتلوهم نفس بشرية تقعد انا جو سوي با شارلي كونتر تيروريزم صحيح عندي انا ماهيش معناها طريقة باش يوصلوا للعلاقة بتاعهم هكاكا انا جو سوي با شارلي على خاطر هما تعديوا على ديننا تعديوا على برشا حاجات كي تخصنا نحنا وبرسمي حاجة عزيزة علينا برشا واحد دينه ما حقهمش عملوها هكاكا بطبيعة وأما زادة أنا كونتر الإرهاب كونتر اللي عملوه خاطر قتلوا هما عباد أبرياء زادة فيها الحكاية يمكن مش العنف هي الوسيلة واحد باش ينجم ينتقم بها لدينه كانوا ينجموا يعملوا ألف حاجة أخرى مي كهو يعني انا je suis pas Charlie pour la simple raison انه bien sûr je suis pas pour les sar bien sûr hein. je suis totalement contre les sar ah mais je suis pas Charlie pour la simple raison les احنا avant d'être Charlie on devrait être je suis la Palestine je suis la Syrie je suis l'Irak je suis la Tunisie Tunis احنا كل يوم الموتى معناها بارتو دون الموند الموتى و 140 طفل صغير ماتوا في باكستان ما حكى عليهم حتى حد في كل en fait je ne suis pas Charlie et j'estime que ça dépasse vraiment 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 les 12 personnes qui ont été tuées il y a du complot il y a des choses qu'on peut pas expliquer ça nous dépasse vraiment et je ne suis pas Charlie non pas du tout ça dépasse vraiment معناتها تلفيقة ظاهرة تلفيقة ساسون لا تلفيقة اي تجي نهار وتتعرف الحكاية جو سوي با شارلي ومانيش بور اللي قتلوا هما مانيش بور اما زادا مانيش بور اللي يجيو يعملوا دي كاريكاتور يمسوا مش كان المسلمين هما مسوا حتى لي كريتيان وكل معناتها ما خليو ما عملوا يتحملوا مسؤوليتهم انا مانيش بور انا نقتلوهم اما عملوا جابوا لرواحهم امورهم يتحملوا مسؤوليتهم اولا قبل كل شيء اعتداء على المقدسات الدينيه لا رجوع فيه ولا لبس فيه ويجب المحاسبه عليه لكن المحاسبه لا تكون بالقتل معناها انا رايي اولا واخيرا معناها فهمتني يجب ادانه الاثنين معا الاسلام هو ضد العنف عندنا آيات كثيرة وعلى رأسها وجادلهم بالتي هي أحسن
ولكن هما لا يجادلون لا شيء، قاعدين يستفزوا، واستفزاز في القمة، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى، مش لي نحن بركة مسلمين، هو المثل الأعلى الإنساني بالنسبة لي نحن وبالنسبة للآخرين، وكتبوا عليه وكذا. والتهجمات هذه وقعت هذه عبر التاريخ، من خاصة في القرون الوسطى، ونحن جايين بارزة في الكتابات نتاعها. ولكن في هذا العصر، في هذا العصر اللي ظنينا اللي تجاوزنا كالعقلية هذيك الغربية اللي هي عقلية في الأصل صليبية، بدليل أن التهجم على الرسول كان أكثر من التهجم على أديان أخرى. بالنسبة لي كطالبة زيتونية، أنا لست شارلي، أنا مسلمة زيتونية تونسية أغير على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتبنى أي فكر يعني يمارس العنف بأي شكل من الأشكال على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مقدساتنا كمسلمين وعلى يعني أعراض المسلمين وعلى معتقداتهم. لا يجوز هذا يعني هذا الفعل في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. إن رب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا يمكن أيضا أن نغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، إنما بالفن الهادف، بالمسرح الهادف، بالأفلام الوثائقية الهادفة. أنا جسوي بور لا ليبرتي ديكسبريسيون، مي ما تكونش بشتم الأنبياء، فيها عندها نطاق محدود. وبالنسبة للمسلمين أو اللي قاعدين يدعوا في الإسلام، الشيء اللي عملوه ماهوش يعني ماهوش دافع للانتقام، خاطر قتل النفس ربي حرمها في القرآن. أنا ضد العنف، وخاطر يعطيه صورة على الإسلام غالطة. إسلام حلو برشا، الإسلام دين متاع تسامح متاع محبة ومتاع اللي واحد يقبل الآخر. هما غلطوا، عندك شك اش مساسهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي مسوا معتمسنا احنا الكل، لكن كنا نجموا نعملوا هكاك لدينهم، مش نقتلوا ونفبحوا ونلوحوا ونظهروا في معتى في منظر خايب برشا، وربي سامحنا وكهو هكاش نجموا نقول لكم. اذا كان هما استعملوا الرسوم هذه واحنا مش ويتم استعمال القتل، فما نوصلوش نوصل حتى حل، نوصلوا الى طريق مسدود. ولهذا فاحنا مع كما احنا مع حريه الصحافه، مع المحافظه على المقدسات، مع مبدا الاحترام ومبدا التنوع. احنا ناس نختلفوا ونتنوع، لكن ما نوصلوش الى الحد هذا. وثم الفكر هذا، ثم فكر بدا فكر الفكر السلفي هذا اللي فيه معناها انه التكفيري هذا، انه هؤلاء كيفاش باش نعاملوه، لانه هؤلاء ما يدركوش الانعكاسات نتاع العمل هذا، الانعكاسات تو الدنيا الكل قامت وقعدت ولينا ثم ضحايا وكذا. فمن الاحسن يعني انه يكون ثم صوت العقل وصوت الفكر وصوت الاحترام حتى توفى كل هذه الامور. عندكم ترخيص؟ شكون عطاها لكم؟ المدير سي منيره